للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي، بعد التحية، برأيك كيف تابعت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات والأردن وتأثير هذه الشراكة على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل طبعا الأزمات اللي بيشهدها الاقتصاد العالمي والتداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية واللي يمكن أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي في عديد من المواقف العديدة، أبرزها طبعا ارتفاعات معدلات التضخم واللي أثرت طبعا على الاقتصاد العربي وعلى عديد من الدول العربية ومن ضمنها أكيد مصر والأردن والإمارات. وده اللي يمكن بيدفع الدول العربية إزاي إن يكون في نوع من أنواع التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة مثل هذه التداعيات، وإزاي إن يبقى هناك مزيد من الاستثمارات المشتركة وزيادة في معدلات التبادل التجاري اللي تقدر إن هي تقلل من حجم هذه التداعيات على الدول، وفي نفس الوقت تقدر إن هي تساعد الاقتصادات ديت إن هي تستمر في الصمود في مواجهة تداعيات وأزمة لا أحد يعلم متى تنتهي وكيف سوف تنتهي، وحالة من حالات الضبابية وعدم اليقين اللي بيشهدها المشهد الاقتصادي على مستوى العالم. وبالتالي التكامل هيدي فرصة كبيرة جدا لمصر والإمارات والأردن إن يقدروا يواجهوا هذه التداعيات ويقدروا إن هم كمان يعود دواء بالنفع على المواطنين، هيقدر إن هو يساهم في توفير فرص عمل. أكيد هنستفيد بشكل أكبر من الموارد الاقتصادية اللي موجودة في تلك الدول، فبالتالي هو اتجاه مهم جدا وبالأخص في التوقيت دوت. وكمان خلينا نقول إن احنا بنستفيد من علاقات تاريخية مهمة جدا، وإزاي إن دوت لما ينعكس على الجانب الاقتصادي هيكون ليه أكيد مردود إيجابي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.